الطالب الجديد اللي داخل معانا، اهلا بيك أنا فريحة، فريحة. ازيك يا فريحة، عاملة ايه؟ الحمد لله. استأذنك يا جميلة تفتحي الكاميرا. مش هعرف يا تيتشر. طيب مفيش مشكلة فريحة، بنعمل ايه؟ بنراجع كده على يونت 1. اوكي، ابدأي يا شام اقري الكلمات، هقرا بس اللي تحت دول وبعدين شام ابدأي اقري. ميجر يعني معناها يقيس، سنتيمتر يعني سنتيمتر، مليمتر مليمتر، ثم إصبع الإبهام، وحرف البي فيها سايلنت مش بيتنطق. ابدأي يا شام اقري. كليم كليم ميت ايت تيم. الهيلثي بقى لايف ستايل. Sleep for 8 hours. Walk to sleep for school. 8 hours. walk to school. ها Walk to school. Go outside. Eat bananas. Drink water. Exercise. اوكي فريحة can you read unhealthy lifestyle؟ Okay. Sleep for hours. For 4 hours. For 4 hours, watch television. Television. Television, play video games, eat chocolate. مش شايفة الحتة الأخيرة teacher دي. Chocolate cake. اوكي ها huh? Okay. Drink cola, play board games. Okay. The bait which is coming, yes. Question 30, punctuation marks in the affirmative sentence and in the questions. Here, guys, we have to talk about the punctuation marks. Who knows about the punctuation? Sham, do you know about the punctuation? ايه هو البانكتويشن يا جماعة، تعرفي Yes. ايه هي البانكتويشنز دي؟ علامات الترقيم. جود جوب، علامات الترقيم. اوكي فريحة، نعم يا تيتشر. تعرفي ايه هي علامات الترقيم اللي انا لازم اراعيها وانا بكتب الجملة بتاعتي؟ No. تعالوا كده نعرف مع بعض. علامات الترقيم، أول حاجة الكابيتال ليترز، الحروف الكابيتال زي إيه؟ أول الجملة لازم يكون حرف كابيتال، سواء جملة أو سؤال. We use capital letters in the beginning of the sentences or in the beginning of the questions. مريم، مريم good morning. مريم مريم good morning. Good morning. turn on your camera. مريم which grade are you in؟ مريم انت في صف كام يا مريم؟ مريم سامعاني؟ مريم مريم اوكي
So we have to start the sentences or questions why the first letter should be in the capital case. أول حرف لازم يكون في الجملة أو كابيتال. في السؤال يكون كابيتال. طب لو هي جملة مثبتة عادي مش هنسى الفلسطة، مش هنسى النقطة. طب لو هو سؤال مش هنسى أداة الاستفهام. طيب بس ايه تاني بحطه كابيتال غير بداية الجملة او بداية السؤال؟ ال names of the days or month، ايام الاسبوع والشهور، ايام الاسبوع وشهور السنة، واسماء الاشخاص. ها ايه تاني؟ ولا مدن اسماء البلاد والمدن. جدع يا هشام. فريحة تعرفي ايه تاني؟ ايه في ايه؟ مين الناس دي؟ تعرفي ايه تاني يا فريحة من علامات الترقيم اللي ممكن استخدمها؟ لما نكبر شوية ممكن يديني الجملة فيها كلمة فيها أبوستروفي وهو يكون شايل الأبوستروفي وأنا أحطه، أو فيها كوما مثلا قبل كلمة بليز لازم يكون في كوما. ألما 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 good morning. ألما good morning. Good morning, Miss. How are you, ألما? How are you, Miss? Can you turn on your camera? Okay. 1 minute. Okay. We have to put the period or the full stop at the end of the sentence. For example, here I feel happy. And then we have to put the full stop. أبي sits on a leaf. In the questions, we have to also make the first capital and the first letter in the capital case. And here we have to put a question mark. Shem, what is the page next after this page? This one? No. Okay, Shem, can you send me the next five pictures, the next five pages? ممكن تصور لي الخمس صفح اللي بعد دي يا شام؟ استعدي علامات الترتيب. اه ألما can you turn on your camera so that I can see you؟ ألما Hello, Miss. ألما did you finish the curriculum with your teacher؟ Okay. I'm asking you، خلصتي المنهج مع التيتشر اللي قبلي مريم؟ Yes. تمام يا ألما، احنا بنراجع كل مرة. انت كان معاكي كتاب خارجي ايه؟ كان معاكي كتاب خارجي ايه يا ألما؟ هو ده كونكت بلس؟ ده كونكت عادي. بنشتغل يا ولاد من كتاب الباهر، بيجي معاه ملحق صغير. اللي معاه الكتاب الباهر وكان معاه الملحق الصغير ده بيشتغل معانا منه. مريم Yes. ممكن تفتحي الكاميرا من فضلك؟ انت في صف كام يا مريم؟ مريم انا مش سامعاكي كويس، انت في صف كام؟ صف ثالث. طيب استأذنك يا مريم ويا ألما ويا فريحة افتحوا الكاميرا لو مش نقدر. عارف ادخل يا الفاظ تيتشر، انا مش عارف عشان مش عاوزة تفتح عندي يا تيتشر.
طيب يا فريحة، بالنسبة لمريم وألما نفتح بقى الكاميرا بتاعتنا. أوكي let's go to the next page. يلا بينا يا ولاد نكمل. احنا كده اتكلمنا عن علامات الترفيه. This was lesson one. Okay. Alma, can you read this page? Alma, can you start reading this page? I feel happy. Start reading these words. I feel happy. I feel excited. I feel hungry. No, no, no. I feel happy was the title of the lesson. Read the words happy, excited, and so on. Huh? I feel happy. I don't ask you to put I feel. I feel ده كان العنوان خلاص. هنقرأ بقى الكلمات لوحدها. ماشي. Okay. Happy, excited. Happy, excited, hungry, thirsty, angry, kind, unhappy, sad, tired. Feel happy, be, sleep, green, meet, share. Shireen, this is a girl's name, okay? Maryuma? Maryuma? Now. Can you start reading healthy lifestyle? Sleep for 8 hours, walk to school, go outside, eat banana, drink water, exercise. Okay. Thank you so much. So guys, you know how we work. And these are the most important words in lesson one. Let's go to lesson two. Shams, anything else? Okay. Here we have the words of the second lesson. Head, and then the word ache. Guys, pay attention to this. Yes? This of her head. Excuse me, Shem, I can't hear you well. This of her head. بيسخن على البانكتويت. اه تمام، هنخلص بس الكلمات دي ونرجع لها. ثلاث صفحات. نعم يا شيماء، علي صوتك. ثلاث صفحات عن ليسن 1. اوكي. اوكي شيماء. اوكي. Guys, I want you to pay attention to the word ache. Headache. This word means ألم. عارفين لما يبقى عندنا ألم في منطقة معينة، يعني مثلا head يعني رأس، لو عندنا ألم في الرأس اسمها headache، يعني صداع أو ألم بالرأس. طيب لو عندنا ألم في المعدة، المعدة اسمها stomach. لو حطيت معاها كلمة ache تبقى اسمها stomach ache. Stomach ache يعني المعدة. Tooth يعني سنة. لو حطيت معاها كلمة ache تبقى اسمها Tothic يعني ألم بالأسنان. عرفنا الفكرة دي يا ولاد؟ Alma, why did you turn off your camera؟ Okay. قافلين الكاميرا ليه؟ Alma ومريم افتحوا الكاميرا من فضلكم. مريم للكاميرا ولا المايك بيتقفلوا طول السيشن كده يا مريم؟ يعتبر انت مش حاضرة معايا. استأذنك افتحي الكاميرا والمايك. Cold يعني برد. I'm trying to open the camera because I'm using the phone. You're using the Zoom. I'm sharing the screen. You're not opening any browser. انت لا فاتحه الواتساب ولا فاتحه اي حاجه. انت معايا على الشير سكرين فتقدري تفتحي الكاميرا.
هادك هادك. ها كوك كوك بيبر ماوس نوز اي هاند ارم ليك arm arm leg leg foot feet pot feet heart heart skin bowing stomach bone stomach. bone Good job. Alma, can you read? Please okay. Teach. Headache, cold, cough, fever, mouth, nose, eye, hand, arm, Mariuma, leg, Alma, thank you. Mariuma, Mariuma. Okay. Huh. Headache, cold, cold. No, from arm. Mariuma, you are completing after Alma. So arm, leg, foot, feet, head, skin, bone, stomach. Okay. Fariha. What, teacher? Can you start reading from the beginning? Head, cold, couch. Cow, cough, 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 fever, mouth, nose, eye, hand, arm, leg, foot, feet, hair, heart, skin, bone, stomach. Okay. Okay, let's go to this page. Hey guys, you have to read and tick true or false. I'll read the passage for you. I want to be healthy. I drink water. I eat fruit and vegetables. I play sports. I sleep for 8 hours every night. Okay, number one, Mariam. I want to be unhealthy. True or false? False. False. Number two, Fariha. I drank cola. False. Okay, number three. False. I eat fruit. True or false? True. 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 Okay, Sham, I sleep for 8 hours every night. Yes. True. True, yani صح. False, yani خطأ. True. Okay, here we have to put the punctuation marks. Number one. Fariha, what? I eat fruit and vegetables. I eat fruit and vegetables. Fariha, which punctuation marks should I put here? I should be in the capital case. I eat. I eat fruit and vegetables. أنا عايزة أحط للجملة دي علامات الترقيم زي ما قلنا. نمبر أول حاجة أحط حرف الـ I capital أولا لأنه جاي في بداية الجملة وأنا عارفة إن بداية الجملة لازم بتكون capital، وكمان لأن حرف الـ I ما بيقفش لوحده كده أبدا، لازم لو جاي واقف لوحده لازم يكون capital، يعني حرف الـ I لو جاي حتى في نص الجملة لوحده برضو لازم يكون capital. طيب وفي الآخر هحط إيه؟ I
full stop or question mark? Stop. Full stop. Right, number two. Shem? How do you feel? Read number three. How do you feel? Is this a question or an affirmative sentence? ده سؤال ولا جملة مثبتة؟ جملة. How do you feel? كيف تشعر؟ ده سؤال ولا جملة مثبتة؟ جملة سؤال. أيوة، كيف تشعر سؤال. طيب هعمل إيه عشان أحط له علامات الترقيم يا شام؟ أول حرف كابيتال. أوكي، وبعدين؟ العلامة كوستر مارك. Question mark. Good job, Sham. Well done, Sham. Okay. Number three, Mariam. They clean the playground. The T is a capital letter and full stop. The T letter should be in the capital case and we should put full stop at the end of the sentence. Thank you, Mariuma. The last one, Alma. Okay. Can you read number four, Alma? How long is it? Il H capital? Huh. Question mark. Question mark at the end. Question mark. Okay, here we have to copy the sentence. بننقل بقى الجملة اللي قدامنا بطريقة صحيحة. أهم حاجة الحروف السمول بتكون بين السطرين وأراعي علامات الترقيم وأنا بكتب الخط. طيب. Okay, this page. Number one. بصوا بقى هنمشي بترتيب كده عشان ما اقعدش اقول يا كذا. هنمشي بالترتيب، ترتيب الزوم اللي قدامنا على الشير السكرين ده. شام، الما، مريم، فريده، فريحه. شام، الما، مريم، فريحه. مش هقعد اقول قولي يا شام، قولي الما، لا. انتوا خلاص كده عارفين الترتيب بتاعكم. شام، الما، مريم، فريحه. شام، it's hot. I feel. I feel thirsty. It's hot. I feel hungry, excited, thirsty, for sure thirsty. Good job, good job, Shem. Number two, Alma. Do you feel? How do you feel? Good job. How do you feel? Number three, mommy happy. Huh? Teacher. Yes. Mommy happy. Mommy? Huh? Is happy. Is happy. I like two bananas. Play, sleep, eat. Eat. فريحة انت جاوبتي مرتين؟ I like to eat bananas. طب يلا يا شام. I drink water. Okay. He isn't happy. He is? He is exercise. He isn't happy. هو غير سعيد. هو ايه؟ عكس سعيد بقى. Unhappy أو sad. Sad. طيب. I feel feeling hungry. Feel. Huh? فريحة. What is it? I feel feeling hungry. I feel. Why? هي صح بس ليه؟ أنا شرحت الكلام ده مع شام بس أنتوا لسه بقى ما تعرفوش مني فقولي لي كده لو تعرفي ليه جايبة فيل عشان هو سنجلر
singular, if it's singular, it should take s at the end of the verb. لو عندي فاعل مفرد هياخد s في آخر الفعل. لكن أنا هنا الفاعل عندي إيه؟ I, we, you, they. بعملهم معاملة الجمع. طب الجمع بياخد الفعل شكله إيه؟ I feel hungry. Feel شكله إيه؟ ال I will, we will, you will, they بياخدوا الverb شكله إيه؟ Infinitive. تاني يا ولاد ال present simple هراجع عليه سريعا. I, we, you, they بياخدوا الverb شكله infinitive. تمام يا شام؟ ال he والshe والit بياخدوا الverb آخره s or es or i es. تمام يا بنات؟ Yes. طيب don't cola, don't what? ارجعي تاني نبدأ ايه جام. Don't eat, drink, walk, cola. Drink. Drink. Number nine. Watch, play, walk, sports to be healthy. Delay. Play. How long it am is are. فريحة. What? How long am is or it? Am. Is. How long is it? Am is or I بتاخد am. He وش she وقت بياخدوا is. We will you they بياخدوا are. طيب نرجع نقرأ. يلا يا شام from the beginning. هنا هنعمل rearrange the sentences اللي قدامنا. Drink I water. Can you rearrange the sentence? I drink water. Good job. Leaf sits a bee on a. Alma? Leaf? A bee? You will start with a bee. Leaf? He sent on. Again. A bee sits, huh? A leaf sits on leaf. A bee sits on a leaf. A bee sits on a leaf. If you have the book right. لو معانا الكتاب بنكتب زي شام كده. A bee sits on a leaf. A bee sits on a leaf. Okay, number three. Teacher, how do you feel? How do you feel? How do you feel? Shame number four. Mommy is very happy. Mommy is very happy. Okay, number five, Alma, I play with my team. I play with my team. Okay, this page and that one are homework, these two pages. بصي يا ولاد بعمل ايه ببعت كده الهومورك على الجروب. بكتب عليه ان هو هومورك. احنا بنحله عندنا طريقتين، يا اما نحله بالقلم كده على الشاشه او نحله في كشكول خارجي او دفتر بره، في اي نوت بوك عندك بره تحلي. طيب النهارده كان عندنا الاتندنس بتاعنا، كان طبعا معانا شامل جميله، وكان معانا مريومه بس هي خرجت في الآخر، وكان معانا ألما. أول سيشن ليها هي وفريحة. ألما، فريحة، شام، ومريم. كمان كده.
طيب استاذنك يا هشام برضو تبقي تبعتي لي الصفحه اللي بعد دي،